أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل ذم الحسد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الحسد من الأخلاق الذميمة والصفات القبيحة، ومن أدواء القلوب وأسقامها، ومن أمراض القلوب. وإذا أصيب قلب المرء بالحسد ولد فيه آفات كثيرة، ولهذا جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه، وأيضا جاءت بالتعوذ من الحاسد، لأن الحاسد مضرته عظيمة، لأن إذا امتلأ قلبه بالحسد ربما أضر بسبب الحسد الذي في قلبه بالآخرين. ولهذا الحاسد يعد عدوا لنعمة الله، يعد عدوا لنعمة الله، لأن الحاسد متى يتحرك الحسد في قلبه إلا إذا رأى النعمة في أخيه، إذا رأى النعمة في أخيه، نعمة في مال أو نعمة في ولد أو نعمة في صحة أو نعمة في علم أو نعمة في عبادة وطاعة لله أو نعمة في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تحرك قلبه بالحسد، لأن يعني لو لم تكن هذه النعمة موجودة فيه لما حسده. إذن هو عدو نعمة الله على عباده، عدو نعمة الله على عباده. حسده يتحرك إذا رأى نعمة تجددت في أحد إخوانه المسلمين. والحسد آفة من آفات القلوب، ومرض من أمراضها، وهو يتنافى مع مقتضيات الأخوة الإيمانية، كما في هذين الحديثين، حديث أنس وأبي هريرة وغيرهما مما ورد في هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ثم قال في تمام الحديث: وكونوا عباد الله إخوانا. ومثله تماما حديث أبي هريرة: وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة الإيمانية لها مقتضيات، لها متطلبات، أعظم متطلباتها الصفاء والنقاء، لا غل ولا حسد ولا ضغينة، ومن متطلباتها البعد عما يضعف هذه الأخوة. ولهذا اقرأ في سورة الحجرات، سورة الآداب، قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، ثم عقبها قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، هذا يضعف الأخوة، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان،
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه أشياء كلها تضعف الأخوة الإيمانية، والواجب الحفاظ على الأخوة، والواجب تمتينها وتقويتها والبعد عن كل ما يضعفها ويوهيها. هذا الحسد هو من الآفات العظيمة التي تضعف هذه الأخوة الإيمانية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. إذا رأيت نعمة في أخيك فلا تحسده، لك أن تغبطه على النعمة. ما معنى أن تغبطه؟ أي تتمنى أن يكون لك مثل ما عنده، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة. أما الحسد وهو مراتب كراهية النعمة إذا تجددت لأخي المرء المسلم، أشد منه مع الكراهية التمني للزوال، تمني زوال النعمة أشد منه مع الكراهة والتمني السعي في زوالها، السعي في زوالها. ولهذا بعض الناس ما يكتفي بكراهة النعمة ولا يكتفي بتمني زوالها، بل يعمل على طرق وحيل حتى تزول النعمة عن أخيه، وربما مكر بأخيه مكرا عظيما حتى تزول عنه النعمة. فالحاسد عدو نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم.